بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة هناء كاظم خليفة، درس مادة تاريخ العباسي للمرحلة الثالثة للدراستين الصباحي والمسائي. موضوعنا اليوم التنظيم السياسي للدعوة العباسية. لا بس أن نبدأ بذكر أن الدولة العباسية قامت أثر دعاية واسعة النطاق، دامت حوالي الثلث قرن من الزمان، ضمت إلى صفوفها كل المعارضين للدولة الأموية، فهي تعتبر أول دعاية في الدولة الإسلامية. نظمت الدعاية حقيقة تنظيما دقيقا تحت شعار الرضا من آل محمد. تمكنت الدعاية في النهاية من أن تؤدي دورها وقيام الغرض المقصود منها، ألا وهو إسقاط الدولة الأموية. أما تسميتها بالدعاية العباسية فنسبة إلى العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، جد هذه الأسرة. الملفت للانتباه أن العباس رضي الله عنه لم يكن ذا سابقة في الإسلام، إذ أسلم في عام الفتح، وعندما استشهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن له رغبة في تولي الخلافة، حتى أنه قال للإمام علي عليه السلام: يا ابن أخي ابسط يدك حتى أبايعك. وهذا فيه دلالة قاطعة على أنه أي رغبة في تولي السلطة لم تكن موجودة عند العباس. وتوفي العباس رضي الله عنه في عهد الخليفة عثمان سنة 34 هجرية، وأعقب الكثير من الأولاد، لعل من أبرزهم عبد الله، وكان ترتيبه الثاني من أولاده، جاء من نسله العباسيين. عبد الله هذا شخصية علمية رفيعة المستوى، معروفة لدى المحدثين والأدباء وحتى اللغويين. لم تكن لديه رغبة في الخلافة أيضا كأبيه. وقف إلى جانب الإمام علي عليه السلام فولاه البصرة وأعماله. عند قيام الدولة الأموية رحل إلى الحجاز وأقام بالطائف حتى وفاته سنة 68 هجرية، وأنجب ولدا سماه علي. وعلي بن عبد الله بن عباس هذا كان كأبيه معروفا بالعلم والمعرفة، وله باع جدا طويل في هذا الميدان. كان قد أقطعه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان قرية في البلقاء شرق الأردن عرفت باسم الحميمة، لأن الأمويين جعلوا الناس الذين يشكون بولائهم تحت رقابته. وعلاقته مع أبي هاشم محمد بن الحنفية تبدأ من هنا، إذ بقي في الحميمة حتى وفاته سنة 118 هجرية، وكان قد أنجب ولدا سماه محمد. ومحمد بن علي هذا أظهر رغبة حقيقية في تولي الخلافة، سعى سعيها على أن يكون هذا السعي منظم لغرض نيلها. علاقته مع أبي هاشم محمد بن الحنفية كانت جيدة، والتقى به أول مرة في دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك، وأن أبي هاشم سجن أثر وشاية للوليد بن عبد الملك بأن له أنصار وأتباع من أصحاب المختار يأتون إليه ويحملون صدقاتهم إليه، فأمر الوليد بسجنهم. وبعد فترة أطلق سراحه وأجبر على الإقامة في دمشق بعد أن كان يسكن في المدينة. في هذه الفترة كان علي بن عبد الله يسكن الحميمة، فأرسل علي بن عبد الله بن العباس ابنه إلى محمد إلى دمشق، حيث أبي هاشم محمد بن محمد بن الحنفية، وأخذ العلم عنهم، فأصبح تلميذا أمينا مخلصا متمسكا بشيخه. استمرت هذه الصلة فترة من الزمن حتى غضب الوليد من بعض تصرفات أبي هاشم بن محمد بن الحنفية، فأمره بترك دمشق، فرافق محمد بن علي في طريق العودة. وكان قد مرض أبي هاشم، وحينما وصلوا إلى منطقة الشرات اشتد به المرض، فأخذه محمد إلى الحميمة، وبعد فترة مات أبي هاشم بالحميمة. لم يكن أبو هاشم وحده، وإنما كان هناك ستة من أعوانه من أتباعه. وقبل وفاته قد دفع بالصحيفة الصفراء إلى محمد بن علي، وفيها عدد من الأمور، لعل منها علم الرايات، رايات خراسان السوداء، متى تكون هذه الثورة، متى تقوم، وقت زمانها، علاقتها، أي الأحياء العرب وأنصارها، أسماء رجالات هذه الدعوة ومن يقومون بها، كيف هي صفتهم، إلى آخره من هذه التفاصيل. أوصى أبو هاشم وصيته بأن
تكون هذه الصحيفة إلى محمد وقد عهد إليه بها، ودعا أتباعه بأن صاحبكم هذا فأتموا به وأطيعوه. وفي رواية سألوا أبو هاشم ما لنا ولهذا أبي محمد؟ قال لا أعلم أحدا أعلم منه. على أي حال، في المحاضرات القادمة إن شاء الله سنكمل بقية المحاضرة متبعين التسلسل الزمني إليهم. راجية التوفيق للجميع من الله سبحانه وتعالى، وشكرا لكم.